مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. راح نديرو كيفاش نحضرو البغرير بمكونات بسيطة وفي المتناول. نبدأ بالمقادير. على بركة الله عندنا 3 كيسان دقيق موايا، تحبوا ديروا رطب ماشي مشكل. عندنا ليتر تاع ماء دافية، عندنا غرفة كبيرة تاع السكر، غرفة كبيرة فارينة، عندنا غرفة كيار كافي تاع ملح، وعندنا نصف غرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وعندنا دو ساشي تاع اوليفور خميرة كيميائية. نبدأ بالدقيق هو الأول، نفرغو الدقيق تاعنا. هكذا نضيف عليهم سكر ونحركوا، هكذا نزيد عليهم الملح الفارينة نزيدو الخميرة. هكذا كما قلنا ريت لاما تكون دافية، نلغوها هكذا، نجيبو الميكسر تاعنا. هكذا نضيفو عليهم خميرة كيميائية لاليفير، هكذا ونزيدو نخلطو واحد 5 دقايق. هكذا بعد ما ضربناهم 5 دقايق لاليفير، نديرو المقلاة تاعنا على النار تكون دافية شوية، ما تكونش قوية النار، تسخن مليح المقلاة والبغرير تاعنا بلا ما نخلوه يخمر ولا نطيبو مباشرة. ودوكا نجوزو نحضرو البغرير تاعنا. كما قلنا خلوها طيب عقلها، متقوش النار، نار متوسطة حتى تشوفوها تبدا تنشف. هكذا كما كنت تشوفوا تجي كاع مطروبة. هكذا كي تشوفوها نشفت كاع تسمى هي طيبة. هكذا هذه حبة تانية يخرج مطقوب ما شاء الله وخفيف. جربوا هاد الوصفة وكتبوا لي في التعليقات أسفل هاد الفيديو. يخلط صفر شباب على حساب دقيق. نكملوا طيبوهم ونعودوا نتلاقاو إن شاء الله. هكذا البغرير تاعنا كما راكم تشوفوا، هاو كيفاش خرج.
يخرج من ثقب خفيف ما شاء الله عليك. ها كيفاش يخرج ولكم الاختيار كيفاش تحبوا تاكلوه. تحبوا شوكولا ولا بالسكر ولا بالمعجون هذا يولي ليكم. انا ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وتهلاو في روحكم وما تنساوش تابونيو ودعمونا بلايك وتفعلوا لاكلوش باش يوصلكم كل جديد. وإلى فيديو واحد اخر ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.